وبعدين تلتفت تلاقي واحد مستأنس بقى عايز يعمل أنسة الله ويمشي يمكن يحط أحمر وأخضر ويعمل حواجبه ويعمل مش عارف إيه ويتخنس كده ويبقى أنسة الله أهو ده بده يغير خلق مين. طب امرأة عايزة تسترجل برضو عايزة تغير إيه خلق الله الله ولذلك الله يمده بالعافية الدكتور حسن جاد ده شاعر زميلي وتربينا سوا وشاعر وبعدين شاف الظاهرة دي موجودة في المجتمع اللي بيغيروا خلق الله ده اللي بتسترجل وده بإيه طب ما تستأنس انت وهي تسترجل ما تخلي كل واحد في مطرحه والتوازن يبقى موجود برضه فقال قصيدة مشهورة له يمكن بعضكم شافه قال من مجيري من الذين اللاتي هيقول عليهم الذين ولا اللي يقول عليهم اللاتي طب الذين دي للمذكر مش كده وهم مستأنسين يقول هم الذين واللاتي معا يعني جامع ايه جامع انه ذكروا ايه فمن مجيري من الذين اللاتي حرت بين الفتى وبين الفتاتي مانيش عارف دي فتى ولا ايه فالشاهد في من مجيري من الايه الذين اللاتي خلاص كده وكان برضو ممكن يترقى وبدل ما يقول الذين ويتعبنا كده يقول مثلا من مجيري من اللاتين تجيبها في كلمة واحدة من اللاتين من الايه اللاتين يبقى اذا تغيير لخلق الله ولا لا طيب اللي بتنتف حاجبها دي وتنشئ لها حاجبا دقيقا بالألم كده وبعدين يفضحه نبات الشعر من تحته ويبقى شكلها شكل القرد لو أنها ده الجمال ده الجمال ده إبداع وتقاسيم ما يمكن سر جمالها في إن حاجبها يبقى كثيف ما يمكن سر جمالك وجاذبيتك في إن بوئك يبقى واسع شوية ما يمكن سر جمالك في ان انفك يبقى اقنى كده بقول لك ده لو انفك له بفره بقى قصير شويه لتغير وجه التاريخ طب انت بتعملي ايه في نفسك بقى الحق ده الحق سبحانه وتعالى زي ما وزع الامزجه موزع الخلق على قدر عشان يغطي الامزجه ما بيروحش واحد يخطب واحده فما تعجبوش وبعدين يجي واحد هي تعجبه السيال دي عليها خلاص انتهت المسألة يمكن هي لو حاولت تغير بالله اللي عايزة تعمل ان خدها زي الوردة وتروح عاملاه بالاحمر كده بالله جوزها والناس مش عارفين انها عاملاها بالاحمر طب ايه رأيك بقى لما يشوفها كده بالليل وعاملة في نفسها العمايل وبعدين يستيقظ الصبح قبلها بشوية ويشوفها وهي نايمة بقى من طيب ولما يشوفها بعد ما كبرت والمساحيق غطت مسام جلده ومنعتها لذة التنفس وبعدين تبقى بقى بعدين بقى شكلها ايه يسموه مخنزر كده لما تكبر ويبقى شكلها وحش ومش عارف ايه الله ده تغيير لخلق الله ولا لا بالله الاظافر الحد هيتصور ان الاظافر ده لونها الطبيعي ده الاظافر دي معمولة بحكمة لونها معمول بحكمة معمول بينها نظام تحرمها ليه من انها تتنسم الهواء تعمل عليها اطلاق واللي بده يجي يفتي بقى ويقول لك لا ده دي اصباغ ويصح انها تتوضا يقول له يا شيخ اصباغ ايه ده الصبغ يتخلل الجلد ولا يذهب الا بذهاب الجلد زي الحمل انما دي ممكن تزيلها ولا مش ممكن تزيلها يبقى طلاء يا سيدي يبقى مش صبغه يبقى ايه يبقى طلاء بقى حد هيتصور ان الظفر بتاعها لونه بالشكل ده شوف بقى بالضحك يعني اول ما بتستغفل اللي يعجب به والحق سبحانه وتعالى عايز يعدل مزاج الكون يديله سكن ويديله متعه بس بالعقل لو هو ربنا عايز الخد يبقى موهوج قوي كده عشان يثير غرائز الرجل وهو ملوش كيف كانت اتعملت انما هو ربنا بده يعملها كده بالشكل ده عشان تهيج الغرائز على قدر القوه فيه ولما تكبر تلتفت لها يعني جمالها يزبل لانه هو قوته زبلت قوته ايه فبيدي على قدر الايه عشان ما تبقاش المساله اهاجه غرائز
في فرق بين تصريف الغرائز وإهاجة الغرائز وإلهابها. فنقول لهم أهو ده تغيير لمين؟ لخلق الله. يجي بقى للواشمة، والله يا لو ربنا عارف إن الحكاية بتاعت الوشم دي هتدي جمال كان خلقها بالشكل ده، كان عملها كده. الواصلة ولا المستوصلة، كل دول بالشكل ده، فلا يغيرن خلق الإيه؟ خلق الله.